واصل مجلس النواب خلال جلسة مسائية عقدها اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس مصطفى العماوي انتخاب رؤساء وأعضاء ومقرري اللجان النيابية الدائمة، وانتخب النائب عبد الرحيم البقاعي رئيسا للجنة المالية، كما انتخب النائب عبد الله الخوالدي رئيسا للجنة الاقتصاد والاستثمار، فيما فاز النائب بسام المناصير برئاسة لجنة الشؤون الخارجية، والنائب خلود الخطاطب برئاسة لجنة التوجيه الوطني والإعلام، كما انتخبت النائب وفاء بني مصطفى رئيسة للجنة النظام والسلوك، والنائب ريم أبو دلبوح رئيسا للجنة المرأة وشؤون الأسرة.